السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج ما بين السطور لتسليط الأضواء على جديد الصحافة الرياضية لهذا اليوم، سواء كانت محلية أو عربية أو العالمية. وقبل الدخول في صفحاتنا المحلية، دعونا نتوقف مع أبرز العناوين في صحفنا المحلية. نبدأ مع الأنباء. 4 أندية متخصصة تختار مجالس إداراتها اليوم. وفي السياسة، لوكاو يدخل حسابات العميد لموقعة القادسية. وفي جريدة الجريدة، الأولمبي يواجه نظيره القطري اليوم. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طالعتنا به صحيفة الأنباء. أندية 4 أندية متخصصة تختار مجالس إدارتها اليوم. تستكمل انتخابات الأندية للدورة المقبلة 2019 إلى 2023 اليوم بتوجه أعضاء الجمعيات العمومية للأندية المتخصصة في 4 أندية إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس إدارتها، وهي نادي الفتاة ونادي الهجن ونادي سلوى الصباح ونادي الصم. وكانت 19 ناديا من أصل 23 ناديا مقيدا لدى الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت تزكية مجالس إدارتها. نفتح صحيفتنا الثانية وهي السياسة ونقرأ من خلالها. لوكاو يدخل حسابات العميد لموقعة القادسية. نجح نادي الكويت في إبرام ثاني صفقاته الشتوية بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي لوكاس فينيسيوس الشهير بلوكاو ليقود هجوم الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بديلا للتونسي صابر خليفة. والتحق المهاجم البرازيلي أمس بمعسكر العميد المقام حاليا في الدوحة للانخراط في التدريبات الجماعية بعد الاتفاق على كل بنود العقد، ليدخل ضمن حسابات الجهاز الفني لنهائي كأس ولي العهد أمام القادسية في 28 من الشهر الجاري. صفقات ثقيلة قاعد يسويها نادي الكويت. هني الحكي، هني لما نقول الفريق اللي يبي أي بطولة عليه أنه فعلا يجتهد يدور يبحث ويتعاقد مع من يناسبه في أي فترة كان، سواء الصيفية أو حتى الشتوية. أكيد هو مقبل على نهائي كأس غالي علينا وأمام فريق كبير مثل نادي القادسية، فهذه الصفقات تنعش الفريق من جديد وتعطيهم قوة إضافية لهذه المباراة. نواصل صحفنا المحلية ونقرأ أهم ما كتب في جريدة الجريدة، حيث جاء فيها الأولمبي يواجه نظيره القطري اليوم. يستهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم منافساته في بطولة قطر الودية الرباعية الدولية حين يواجه شقيقها القطرية مساء اليوم. وتأتي الدورة ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لمنافسات المجموعة الخامسة التي تستضيفها الكويت خلال مارس المقبل، وتضم منتخبات الأردن وسوريا وقيرغستان إلى جانب الأزرق ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، والأخيرة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. بعد الانتهاء من جولتنا المحلية، دعونا نذهب لفاصل ومن ثم نستطلع معكم الصحف العربية. قبل التوسع في الصحف العربية، دعونا نتوقف قليلا مع أبرز
هذه العناوين. نبدأ مع الأيام البحرينية. الأحمر أوفى بالوعد. الدستور الأردنية، منتخب النشامة يلاقي فلسطين بحثا عن العلامة الكاملة. وفي الجزيرة السعودية، الأخضر يبدأ تحضيراته في أبوظبي لمواجهة قطر. أولى صحفنا العربية ستكون الأيام البحرينية والتي جاء فيها الأحمر أوفى بالموعد أو عفوا أوفى بالوعد. تأهل منتخب البحرين الوطني الأول لكرة القدم إلى دور 16 من منافسات كأس آسيا لكرة القدم والتي تقام بالإمارات بعد فوزه على المنتخب الهندي بهدف دون رد يوم أمس في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، وذلك على استاد نادي الشارقة. وكان الأحمر بحاجة لتحقيق فوز يؤهل إلى دور 16 بوصوله للنقطة الرابعة، إذ سجل جمال راشد هدف الفوز الذي أوصل المنتخب البحريني لهذا الدور. صحيح فوز بشق الأنفس، صحيح من ركلة جزاء، صحيح في آخر دقائق المباراة، لكن الثلاث نقاط غالية وعزيزة للمنتخب البحريني اللي نتمنى فعلا يقدم المأمول منه لجماهير اللي تنتظر منه أيضا في هذه البطولة، بطولة كأس أمم آسيا، وضمن التأهل إلى دور 16 بمستوى راقي. نذهب إلى صاحبتنا الثانية العربية وهي الدستور الأردنية التي عنونت منتخب النشامة يلاقي فلسطين بحثا عن العلامة الكاملة. يسعى منتخب النشامة لتحقيق العلامة الكاملة عندما يلاقي شقيقها الفلسطيني اليوم في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا المقامة في الإمارات. ويدخل منتخب النشامة المواجهة متسلحا بمعنويات مرتفعة جراء حضوره المميز في البطولة حتى الآن بتحقيقه فوزين مستحقين على أستراليا وسوريا، ما جعله يتربع على قمة المجموعة. قلت لك لي فريق النشامة ومنتخب الأردن اللي قاعد يقدم نفسه بصورة إيجابية أمام أستراليا بهدف، أمام سوريا أيضا بمستوى راقي. نتمنى فعلا الختام يكون مسك في هذه المجموعة أمام المنتخب الفلسطيني اللي أكيد خرج من هذه المنافسة، وفعلا يكون المنتخب الوحيد اللي حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط. ثالث صحفنا العربية ستكون الجزيرة السعودية. الأخضر يبدأ تحضيراته في أبوظبي لمواجهة قطر. دشن المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم أمس تدريباته في أبوظبي استعدادا لمواجهة منتخب قطر في ختام دور المجموعات من كأس آسيا 2019. وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم قسم المدير الفني خوان أنتوني بيتسي اللاعبين لمجموعتين، واختتم التدريب بتمارين الإطالة. نذهب إلى صحفنا المحلية والعربية بعد ما انتهينا منهم، نذهب إلى صحفنا العالمية بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد فيما بين السطور. خلوني أرحب بالزميل نواف الخميس الصحفي والإعلامي الرياضي، حياك الله فيما بين السطور. حياك الله أبو شاهين، أمسي عليك بالخير أبو صديق بعد. حبيبي على راسي أكيد. عاش من شافك، أمسي عليك بالخير وعلى كل طاقم العمل وعلى مشاهدين القناة الثالثة. دائما ما يعني على قوته يميز نواف الخميس بطلته في هذا البرنامج بأراءة، مرات أنت وياه مرات عليه،
راح نعرف من خلال الأخبار العالمية. دعونا نرى الصحف العالمية وماذا عنونت. نبدأ مع ديل ستار الألماني، ملك الأسيست في البريمير ليج. وتوتو سبورت عنونت، ساندرو يحذر فريقه من ثنائي ميلان. وفي صحيفة أس، خلاف بين الملكي وجنوى حول بيتك. أما صحيفة ذا موندو ديبورتيفو، البارسا يبتعد عن موراتا. وفي صحيفة سبورت، الأتلتي يتلقى ضربة قوية بسبب سافيتش. نستهل جولتنا العالمية من صحيفة ديل ستار. الألماني ملك الأسيست بالبريمير ليج. وصل الدولي الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي هوايته المفضلة مع السيتيزن في البريمير ليج، وصنع ساني الهدف الأول الذي سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور في شباك وولفرهامبتون يوم أمس في الجولة الثانية والـ22 من منافسات البريمير ليج. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أنه منذ بداية الموسم الماضي قدم ليروي ساني 23 أسيست في الدوري الإنجليزي، أي أكثر بخمس أسيست من أي لاعب آخر في تلك الفترة. كما حقق نجم السيتي ديفيد سيلفا رقما قياسيا أمام وولفرهامبتون، حيث ذكر حساب النادي بأن سيلفا أصبح أكثر لاعب تمثيل للفريق في البريمير ليج. الألماني يتربع على الجميع، ويعني إذا كنا نقول أصحاب التمريرات الحاسمة نذكر أوزيل في مثلا أرسنال، نذكر فابريغاس أيضا أيام أرسنال، وحتى في تشيلسي، والأسماء تطول يعني في بالقائمة. لكن سنين من وجهة نظرك التفوق على الجميع في السيتي من هذه الناحية، خاصة أنه هو جناح وعادة من العمق هو الأكثر أصحاب التمريرات الحاسمة. شوف يحسب لوري ساني انه مو قاعد يشارك باستمرار مع الفريق، يعني نعم. في روتيشن كبير كان، وايضا لا ننسى في بدايه الموسم بعد ما عادوا اللاعبين من كاس العالم وعدم مشاركته يعني بكل غرابه مع المنتخب الالماني كان اللاعب متاثر، يعني ما كان بالفورمه نفسيا، كان مو حاضر لبدايه سيزن، معناه ما كان مفروض انه يكون داش في البري سيزن ومتاهل. لكن انا شفت هالشيء يعني اتاثر عليه مع بدايه المسابقه، ما كان اعتماد بيب غوارديولا على لوري ساني، اتى بالتدريج عودته للفريق، يعني خلينا نقول مع اكتوبر يعني شفنا ظهوره بشكل اكبر، لكن صحيح. مع بدايه المسابقه كان بعيد. وايضا في كثير من اللقاءات كان في مبادله ما بينه وما بين ستيرلينج وما بين رياض محرز اللي هو طبعا كان انتداب زاحم عليه المركز اللي هو يشارك فيه باستمرار. شوف لوري ساني يعني لاعب مميز جدا وبشكل غريب، يعني هذا يسال عليه يعني هوكيم لوف شلون لاعب مثله كان يقدم هذه المستويات، ويعني كان من افضل اللاعبين هو لعبها في بطوله الامم هذه، لا يعني بكاس العالم، كاس العالم يعني هذه يمكن سبب اقاله يعني او استقاله واكيم لوب عن المنتخب الالماني وابتعاده، يعني خروجه من الدور الاول يعني مواهب، يعني موهبه مثل لوري ساني، يعني يعني كان هو الاميز بامانه، يعني هو الاميز هو مع دي بروين الموسم السابق، يعني كان انا اقول لك انت قبل موسمين انتداب خيالي كان من شالكة، لاعب يعني واعد ولاعب صغير بالعمر حاليا عمره 23 سنه، مستقبل امامه كبير، يعطي مستويات كبيره سنه عن سنه نشوفه قاعد ينضج وقاعد يعني يصبح افضل وافضل. حاليا انا اقول لك لوري ساني اذا كان مشاركته راح تتم باستمرار، اتوقع هو قاعد يؤدي ويقنع بيب غوارديولا انه يستحق المكان اللي قاعد يؤدي فيه. بس تدري الفريق
جاي على مشاركات كثيره، الفريقين على كل البطولات اللي قاعد يلعب فيها، كاربو كاب الحين هو واصل النهائي تقريبا، خلينا نقول ضمنيا وصل للوصول للنهائي، يلعب بالافي كاب، يلعب بالتشامبيونز ليج، صحيح انه عنده لقاء مع شالكه يعني مو لقاء ثقيل وايد، وايضا يلعب يعني ينافس ويطارد ليفربول في الدوري. صحيح. فمشاركه لوريساني ايضا ممكن راح تكون على روتيشن في قادم المناسبات، لكن اقول لوريساني مؤهل انه يكون هو يعني ملك الاسيست في نهايه السيزون على العطاءات اللي قاعد اشوف يقدمها. جميل، وكل شيء جايز اذا حقق السيتي البريمير ليج مره اخرى، ممكن سانه يكون افضل لاعب في البطولة. نذهب إلى خلينا نقول الخبر التالي من صحيفة توتو سبورت. ساندرو يحذر فريقه من ثنائي ميلان. حذر دولي البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر يوفنتوس فريقه من نجم ميلان قبل المباراة المرتقبة بينهما غدا الأربعاء بكأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية. وقال ساندرو: السوبر دائما يكون من أصعب أنواع المباريات التي تلعب، إنها مباراة واحدة. وأضافه: اللعب في مدينة جدة لقد كنت هناك بالفعل مع منتخب البرازيل، وأعتقد أن السعوديين لديهم قاعدة مختلفة من الجماهير والثقافة. وتابع: أعتقد أن غونزالو إيغواين يريد أن يقدم مباراة كبيرة أمامنا، لذا يجب علينا أن نحذر منه. كما أن الروزانيري لدي أيضا الوافد الجديد البرازيلي الواعد لوكاس باكيتا الذي يعد لاعبا جيدا. شو رايك في هذا التصريح والتحذير من الثنائي الهجومي، خاصه وان اليوفي يعني بدال ثنائي يمكن عنده ثلاثي الى رباعي هجومي، لكن التحذير اكيد مطلوب، خاصه مثل ما تفضل هو قال ان المباراه واحده هي. شوف اول ابو شاهين، خليني اشكر القائمين على الرياضه السعوديه نعم على استضافه هذه يعني كهذه المناسبات. صحيح. اللي يعني خلينا نقول تروي شغف في 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 المحبين للرياضة العالمية بشكل عام. نعم. وندري احنا يعني الشعب السعودي المتابع للرياضة تواق لكرة القدم ومحب للعبة مثلنا احنا يعني بالمنطقة، يعني احنا نعد نفسه كلنا وطن واحد. صحيح. يعني نشيد في المملكة العربية السعودية والقائمين على الرياضة في المملكة العربية السعودية وايضا في الامارات تحديدا، ايضا استضافت كهذه المناسبات بطولة السوبر الايطالي وغيرها من يعني بطولة السوبر الاوروبي او يعني كثير من المسابقات العالمية كمباريات يعني تخلي الشعب العربي ويعني ابناء المنطقة يكونوا قريبين. صحيح. من مستويات فنية كبيرة، وحدث عالمي مثل هذا يعني صراحة شرفونا بالاستضافة، استضافة نجوم عالمية مثل هذا وأيضا الفريقين. وإن شاء الله تكون مباراة في الموعد. على موضوع تصريح ساندرو، ساندرو يعني حذر من ميلان، ميلان يعني قادم المباراة طبعا مباراة يعني لعبة واحدة هي. صح. وبالنهاية راح تحقق لقب. تختلف عن مسابقة الدوري، يعني الماتش ما بين الفريقين شفناه في الموسم هذا والموسم السابق. يعني الموسم هذا يعني فاز اليوفي في سيريا اي على ميلان 2-0 في ملعب ميلان. نعم. الموسم السابق ذهاب وياب فاز اليوفي. يعني في الفترة الأخيرة يعني طبعا اليوفي كعب أعلى في وجود النجوم، زخم الموجود في السكواد. نعم. مدرب أليجري، الفريق يعني الفريق متمكن، منظومة متكاملة، ما في أي مشاكل. ليش يخاف من هالاثنين أو يحذر منهم؟ لأن أنا أقولك هيغواين يعني أنا أتوقع يمكن هذه آخر يعني مبارياته مع الفريق. حقيقة. أتوقع شوف هو في تمسك من إيسي ميلان في اللاعب. نعم. مهم لأنهم قاعد يطاردون. صح. المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وصعب التفريط في لاعب بقيمة هيغواين رغم أنه بالفترة الأخيرة غاب وصامل عن التهديف، لكن هو عاد. نعم. باكيتا يعني هو ايضا انتداب مهم. نعم. انتداب مهم ويعني اضافه زينه حق الشتويه. تدري الانتقالات الشتويه صعب انك تجيب لاعب كواليتي ممكن ينقل فريق لمستوى اخر، لكن يكون مميز انه يقدم اضافه ويساعد المقدمه. جميل. لتسجيل الاهداف، وبالتالي انه ضمان نتائج جيده تساعد الفريق لوصول لاهدافه في هذا الموسم. نواف، انت دائما تحب اللون الاحمر، حلو، وبالكويت تحب يمكن اتوقع اللون الابيض، تميل للون الابيض. في السعوديه ميلان ولا اليوفي؟ اتوقع اليوفي. توقعاتك اليوفي يعني المنطق يقول اليوفي، لكن كره القدم ما فيها مستحيل. وانت تميل لمن؟ هني في ابيض وهني في احمر. شوف انا احب ميلان واحب اليوفي. انا ما عندي فريق في ايطاليا امانه، انا اقول لك اياها. انا احب يعني كبار اوروبا دائما لما اشوف ميلان يلعب يعني مع اي فريق غير اليوفي اتعاطف مع ميلان، اتعاطف. نعم. مع اليوفي، حتى الانتر مرات اتعاطف معه. انا احب الكره الايطاليه لان انا اقول قبل كنت من عشاق الكره الايطاليه. نعم. كره القدم فتره ما كانت يعني كانت في موطن للنجوم. صح. كانت موطن للنجوم في فتره من الفترات. جميل. حاليا يعني خلينا نقول السيريا اي مرض لكن ما يموت. أكيد. اتوقع أكيد. في عوده ان شاء الله.
نذهب إلى صاحبة تاس الإسبانية بعد خلاف أو إلى خلاف ما بين الملكي وجنوى حول أبياتك. كثف ريال مدريد اتصالاته مع جنوى الإيطالي حسم صفقة المهاجم الدولي البولندي الواعد كريستوف بياتك. وبحسب إذاعة كادينا سيرا الإسبانية فإن جنوى اعترف بمفاوضات النادي الملكي الذي يحاول إتمام الصفقة خلال الانتقالات الشتوية الحالية. وأرسل ريال مدريد وفدا إلى مدينة مورسيا الإسبانية حيث سيلعب جنوى مباراة ودية للإسراع في حسم الأمر. وأفاد التقرير بأن بياتك قال إنه يريد الانضمام إلى ريال مدريد لكن الميرنغي يريد استعارته بينما لا يفكر جنوى سوى في البيع بشكل نهائي مقابل 50 مليون يورو. ما حد يختلف على بياتك ونجومية بياتك وأهداف بياتك، لكن هل هذا ما يناسب ريال مدريد؟ لا، يعني مو تارجت أساسي لريال مدريد، لكن خلينا نتكلم عن الظروف. نعم، أو ظروف الفريق، ظروف الميركاتو. حلو، يعني هو الفريق هو عنده أهداف كبيرة حق الصيف القادم أتوقع. جميل، ويعني أعطيك إياها أنا هازارد، يعني هو توب 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 تارجت. حلو، راح يكون حق الصيف القادم. فقط يعني طبعا الأهداف الأساسية صعب أنك تجيبها بيناير إلا صح. إذا كان قلت لك في ظروف معينة محاوطة للاعب عنده مشاكل مع إدارة فريق آخر سنة فيه عقده. نعم. فري ايجنت. صحيح. يعني في أمور ممكن تضطر الفرق أن تبيع في هذا الشهر. حلو. يناير وهو منتصف الموسم، يعني ما يربك حسابات كل المدربين. صح. لكن أنا أقول لك في موضوع بياتك يلعب مع فريق جنوى، جنوى مو فريق كبير يصارع على الهبوط، غير ثلاث مدربين في سيزن واحد. بياتك يعني على يعني برغم من كل هذا هو هداف الدوري الإيطالي. صحيح صحيح. فبالتالي هو أكيد شيء مغري لريال مدريد إنه يعوض غيابات بعض اللاعبين المهمين عنده بالتشكيل. يعني نشوف إحنا بنزيمة عنده إصابة حاليا على القدم، ممكن نعم. تخليه يغيب لفترات. صحيح. طويلة، والفريق في 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 يعني في مشوار إنه يحاول إنه يكون قريب من فرق المقدمه. نعم. نعم. وكذلك يعني قريب على منافسات الشامبيونز ليج. بيل دائما تتكرر غياباته وما عنده سكواد غني. جميل. يعني احنا انا تكلمت وايد على اداره ريال مدريد وتفريطها في النجوم في مستوى النوافذ الاخيره السنوات الثلاث الاخيره، وما عوضت الفريق باسامي كبيره. لكن نعم. اتوقع انا الصيف القادم هو صيف الحصاد وانتداب النجوم. حاليا بياتك هو الهداف ولا رونالدو ولا متساوي؟ او تقريبا انا ما يعني بالحسبه الاخيره متساوي. لا اشوف انا بياتك هو هداف الدوري. هو هداف الدوري. حلو. بياتك هداف الدوري. هداف الدوري. نعم راح ينهيها وهو هداف الدوري. لا لا ما اتوقع. لا ما اتوقع، بس هو يعني انطلاقه ممتازه للاعب مثله. يعني هو لاعب بولندي مميز. نعم. يعني لاعب دولي، يعني يلعب بفريق مثل جنوى يكون هداف طبعا. صح. هذا شيء كبير يعني صراحه. أكيد. واكيد مغري لكل الفرق الكبيره. جميل. اكيد استخدامه اكيد يعوض لاعب مثل بنزيما ما يقدم بكل مباراه نفس المستوى، واكيد راح يفيد المرنجي. بياتك بولندي مميز، وهناك في بايرن ميونخ ايضا بولندي اخر ليفاندوفسكي ايضا مميز. نذهب الى الخبر الثاني من صحيفه الموندو التي تطرقت الى البارسا يبتعد عن موراتا. اشارت تقارير اسبانيه الى ان نادي برشلونه استبعد ضم مهاجم تشيلسي الفارو موراتا خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه، وارتبط موراتا بالانتقال الى البارسا هذا الشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتدعيم هجوم البلوغرانا بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيليا. ولكن ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن إعارة موراتا إلى برشلونة حتى يونيو لهذا العام ستكلف خزينة الفريق الكتالوني 10 ملايين يورو بما في ذلك راتبه. وتعتقد إدارة برشلونة أن هناك خيارات أفضل وبأقل تكلفة من موراتا. هل التكلفة المادية هي من جعلت البارسا يبتعد عن هذه الصفقة، ولا هناك رأس حربة أفضل من موراتا يوازي سواريز؟ شوف سواريز يعني أكيد ما يقارن مع موراتا. نعم. وطبعا هو المشكلة الأكبر هو تفريط في الكاسير قبل بداية الموسم، إنه يعني عندك مهاجم. صحيح. يعني ممكن يكون يعني بالبنش في ظل غياب سواريز هبوط مستوى تذبذب مستوى يكون حاضر اي ظرف يصير اصابه او شيء. لكن ما عندهم فعلا حاليا الا سواريز في هذا المركز تحديدا كهداف للفريق او لاعب هجوم سنتر. نعم. يعني ممكن انا اخلي ميسي يلعب في هالمركز، ممكن اخلي يعني ديمبلي لاعب جناحك، ممكن اخليه يصعد لهذا المكان، لكن غير سواريز ما في بالفريق. صحيح. ان الذهاب الى موراتا يعني ايضا هو مو لاعب بوكس. إيه؟ مو لاعب صندوق، مو لاعب يعني ولا لاعب الهداف ولا عنده الشراسه اللي عند سواريز. غير هذا الكلام انه لاعب مكلف. لاعب مكلف يعني لانه عنده طبعا راتبه عالي مع تشيلسي.
راح يكلفهم ايضا مبلغ استخدامه من تشيلسي يعني اتوقع انا موند ديبورتيفو يعني ما عنده هذه الدقه يعني دائما انا ما اتحرى اخبار موند ديبورتيفو مع احترامي عندك صحافه يعني في بعض في بعض في بعض المصادر ممكن انت يعني تتجاهل انك تاخذ منها الدقه. اتوقع انا برشلونه ما عنده ذيك الاضافات الكبيره في 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 الشتوية. ما اتوقع حتى راح يبون بديل حق سواريز في هذا الشتوية. نواف من خلال متابعتك حق الصحافه العالميه منو اكثر الصحف الاسبانيه اللي تتاكد من مصادر او تكون دقيقه اكثر؟ شوف اكون صريح معك لا اس ولا ماركا يعني امانه ما بقى تبي احد تبي خبر دقيق دائما عندك انت البي بي سي حلو وسكاي يعني اكيد طبيعي راح ياخذون من الماركا والاس يعني ياخذون من الماركا والاس بعض التقارير الدقيقه لكن في بعض المصادر فعلا بسكاي وبي بي سي يعني هي اللي تعطيك الاخبار 100% هذه والله اذا طلعت خلاص انت راح تكون انت يعني واثق 100% لكن دائما شوف الماركا تكون يعني واقع انها تعطي اخبار تخدم حلو مدريد والاس نفس الشيء اخبار تخدم برشلونه لكن مرات تكونون يعني بعيدين عن الدقه لمجرد هذه شنو التضليل صح التضليل لمصالح فرقهم جميل كلامكم ايضا في محله نذهب الى صحيفه سبورت التي كشفت الاتلتي يتلقى ضربه قويه بسبب سافيتش تلقى اتلتيكو مدريد ضربه قويه في مده غياب مدافع الدولي المونتينيغري ستيفان سافيتش الذي تعرض لاصابه تمزق في الفخذ الايسر وذكرت التقارير الصحفيه ان سافيتش تعرض لاصابه تمزق من الدرجه الثانيه في عضله الفخذ او الفخذ الخلفيه اليسرى وسيغيب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع وأشارت التقارير إلى أن اللاعب خضع للفحص الطبي في الساعات الماضية وبالرغم من عدم إعلان أتلتيكو مدريد مدة الغياب إلا أن التقارير تؤكد غيابه لمدة لا تقل عن 3 أسابيع للتعافي وتأكد غياب سافيتش عن مواجهة أتلتيكو مدريد القادمة في الليغا أمام هويسكا وختافي وبيتيس بالإضافة لغيابه عن مباراة جيرونا في بطولة كأس ملك اسبانيا. اتلتيكو مدريد اكيد يطارد برشلونه متصدر الدوري الاسباني والان يفقد اهم عناصره في خط الدفاع وهو الخط المميز بالاضافه الى اوبلاك في حراسه المرمى. مدى تاثير فعلا سافيتش في المرحله المقبله وهو ينافس برشلونه على الصداره؟ شوف يعني انا قرات الاخبار عن الاصابه يعني ما راح تكون اصابه طويله يعني اصابه لمده اسابيع مو شوي بس يغيب عن 3-4 مباريات ثلاث مواجهات يعني اكيد راح تهم اتلتيكو مدريد لكن احنا عارف سيميوني دائما يعني يعتمد على منظومه ما يعتمد على اسماء معينه لخدمه الفريق لانه يعتمد على منظومه تخدم الفريق يعني يلعبون كلهم كتيم واحد دفاعيا مو على فرد يعني يعتمد عليه يعني سواء جودين سواء سافيتش غاب احد فيهم يعني شفنا خيمينيز كمل المباراه وادى لاعب من الدقيقه 9 مكان سافيتش بعد اصابته يعني اتوقع انه ممكن يلقى معوض له في قادم الاسابيع بالمركات ولا لا لا لا, لا ثلاث اسابيع غيابه يعني الشامبيونز ليج راح يكون موجود لا ليغا يعني بعد ثلاث اسابيع راح يكون موجود فصعب صعب اخر سؤال نواف اتلتيكو راح يحقق الليغا هالموسم لا لا برشلونه لا برشلونه هو اتوقع انا يعني ويعني وهذا اسهل دوري لبرشلونه اذا فرض فيه يعني علامه استفهام كبيره جميل شكرا نواف الخميس على تواجدك اليوم حبيبي مشاهدي شكرا لك ما بين السطور والشكر الاكبر اكيد لكل من تابعنا من خلال هذه الفتره فيما بين السطور الوعد يتجدد بكم ان شاء الله والملتقى غدا مع السلامه.